مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورين ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واخبار النادي الاهلي الرياضيه والاخبار الرياضيه بصفه عامه. يعني اول خبر اكيد خبر الاسطوره كابتن محمود الخطيب، هيشارك ان شاء الله في تكريم السفير كارم محمود. كابتن محمود الخطيب تلقى خطاب من السفير الياباني في القاهره لحضور حفل تكريم السفير كارم محمود سفير مصر السابق في اليابان، ومن المقرر أن يقام الحفل إن شاء الله يوم 11 يوليو المقبل تكريما للسفير المصري السابق في اليابان بعد حصوله على وسام الشمس المشرقة. الجدير بالذكر أن الكابتن الخطيب كان رئيسا لبعثة الأهلي في اليابان خلال مشاركته الأربعة في بطولة كأس العالم للأندية باليابان أعوام 2005 و2006 و2008 وأخيرا 2012، وإن شاء الله بإذن الله يكون في مشاركة في كأس العالم للأندية بعد بطولة أفريقيا اللي احنا فيها دي إن شاء الله بإذن الله يا رب. دعواتكم. دي صور أرشفية للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته الموقر. ده كان أول خبر معايا. الخبر الثاني، لجنة إعداد لائحة الأهلي تجتمع غدا بإذن الله. تعقد لجنة لائحة النادي الأهلي أو لجنة إعداد لائحة النادي الأهلي، أكيد حضراتكم كلكم مهتمين بهذا الموضوع، اجتماعا مهما برئاسة المستشار محمود فهمي. عقدت قبل كده اجتماعات كبيرة جدا وكتيرة جدا للوقوف على شكل اللائحة بشكل عام وبشكل خاص يليق بشكل النادي الأهلي وبجماهيره العريضة وبأعضائه الموقرين. اللجنة طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيرأسها الفقيه القانوني المستشار محمود فهمي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق لمناقشة عدة أمور خاصة بلائحة النادي الأهلي، ومن المقرر أن يحضر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماع اللجنة غدا إن شاء الله لمتابعة آخر التطورات التي وصلت إليها اللجنة بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. عارفين حضراتكم برضو تاني بكررها لحضراتكم إن كانت اللائحة دي شغل الشاغل لكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر للوقوف على شكل اللائحة النهائي. اللجنة عقدت اجتماعا أو عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي أيضا، وقام المستشار محمود فهمي خلال الاجتماع بشرح كامل لما أنجزته ورشة العمل طوال الفترة الماضية والتطرق لبعض البنود الجوهرية في هذه اللائحة. واطلع رئيس النادي الكابتن الخطيب على التعديلات التي أجرتها اللائحة أو أجرتها اللجنة على بعض البنود، خاصة أن إعداد هذه اللائحة بدأ منذ عدة أشهر زي ما قلت لحضراتكم بناء على تكليف مجلس الإدارة والذي يبذل أقصى جهده لإنجاز لائحة النظام الأساسي بأسرع وقت. قلت لحضراتكم قبل كده أنه عقدت عدة اجتماعات وحضرها الكابتن محمود الخطيب، أعتقد الاجتماع السابق حضر الكابتن محمود الخطيب عشان يشوفوا الشكل العام ويشوفوا بنود هذه اللائحة إن شاء الله تكون لائحة مشرفة ولائحة تليق باسم النادي الأهلي الكبير وكيانه العريض وأعضائه وكل جماهيره. زي ما قلت لحضراتكم تاني برضو أن الكابتن محمود الخطيب شاف بنود هذه اللائحة وأضاف بنود ونعدلنا في بنود لغاية لما نقف على شكل كامل للائحة الأساسية للنادي الأهلي، بعد كده يطرحوها للأعضاء لإبداء الرأي، بعد كده ترجع اللائحة تاني للإيقاف عليها ولعرضها على الجمعية العمومية للتصويت إن شاء الله. الاجتماع اللي حضره الكابتن محمود الخطيب كان الخميس الماضي. كل التوفيق لهذه اللجنة للوقوف بشكل كامل على لائحة النادي الأهلي الأساسية، وأكيد كل الناس بتستنى هذه اللائحة وإن شاء الله تكون لائحة زي ما قلت لحضراتكم تليق باسم النادي الأهلي وباسم أعضائه وجماهيره في كل مكان. أكيد إحنا طبعا امبارح عزينا نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك. الأهلي بيقدم خالص التعازي للزمالك في وفاة الكابتن عبد الرحيم محمد الذي وفاته المنية أمس زي ما قلت لحضراتكم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي للنادي والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي إلى نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره العريضة في وفاة المغفور له الكابتن عبد الرحيم محمد نجم نادي الزمالك. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. كابتن عبد الرحيم محمد أكيد حضراتكم كلكم تعرفوه، غني عن التعريف، راجل يعني كان الله يرحمه ويحسن إليه في منتهى الأخلاق، ربنا يرحمه إن شاء الله. كل التعازي باسم النادي الأهلي وكل جماهيره أيضا. كابتن الخطيب بعت أكيد وراح كمان العزاء إن شاء الله مغفور له بإذن الله وفي الجنة إن شاء الله. نروح لأخبار النادي الأهلي، وأكيد حضراتكم عارفين الودية النهارده ناس كتير
بتقول قناه الاهلي ما اعلنوش او قناه الاهلي ما قالوش ان احنا هنذيع المباراه. لو في حاجه يا جماعه احنا يعني مش عايز اقول لكم قناه الاهلي عامله ازاي، ان هي تقدم لكم كل ما هو جديد، يعني اي حاجه بنحاول نقدمها لكم، وكل الاخبار حضراتكم بتشوفوها، كل الالعاب بنغطيها، اي حاجه بنحاول نعملها طالما هي بتفيد المشاهد وبتفيد اي اهلاوي، فاكيد لو احنا نقدر نذيع ماتشات يا جماعه اكيد مش هنتاخر. فلو هنذيع ماتشات بنقول هنذيع ماتشات، اكيد طالما ما قلناش فاكيد مش هنذيع. يعني الموضوع مش عايز بس حد يتكلم ويقول اصل قناه النادي الاهلي، لان في اخبار على السوشيال ميديا مش 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 مكاننا خالص ومش تبعنا خالص الكلام ده خالص. احنا لو في حاجه بنقدر نعملها بنعملها في اسرع ما يمكن. يعني مش عايز اقول لكم الجهد اللي مبذول في القناه من كل اللي فيها عشان اطلع لكم ارقى حاجه تليق بمشجعي وبمحبي الاهلي في كل مكان. فلو في حاجه اكيد احنا مش هنتاخر، لو ما فيش حاجه يبقى مش بايدينا خالص. فاز الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء بنتيجه 3-2 في المباراه الوديه والتي جمعت الفريقين على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالاسكندريه. تأتي هذه المباراة أكيد حضراتكم عارفين في استعدادات الفريق للجديد والذي يستلوه الفريق مواجهة تاون، شبه مواجهة كل الجماهير برضو بتستناها إن شاء الله تكون سهلة لبطل أفريقيا وبطل العرب النادي الأهلي. بطل هيواجه بطل بوستوانا إن شاء الله في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو القادم بإذن الله. أحرز أهداف الأهلي كل من صلاح محسن في الدقيقة 8 وإسلام محارب في الدقيقة 32 وليد سليمان في الدقيقة 83، في حين أحرز لفاركو محمد دقي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء. يذكر أن المباراة هي أول لقاء للفريقين تحت القيادة الفنية الفرنسي باتريس كالتيرون. طيب عشان أقول لكم التفاصيل ونقول لكم كل حاجة معايا كريم أحمد من المعسكر شاف المباراة. كريم أحمد أهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. أخبارك إيه؟ كله تمام يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. طمنا بقى على النادي الأهلي وطمنا على كل الأخبار اللي عندك عشان السادة المشاهدين. بالفعل يمكن نقدر نقول بينتهي المعسكر مع مباراة الأهلي وفاركو اللي استطاع النادي الأهلي أن يفوز بيها بنتيجة 3-1، لكن لو برجع معاك قبل المباراه المعسكر كان مميز جدا، كان في استفادات كبيره جدا سواء من الناحيه البدنيه من الناحيه الثقافيه، كمان تعارف كبير بين مستر باتريس على كل اللاعبين. عارفين طبعا كابتن ميدو في غياب العناصر طبعا ليها لمنتخبنا الوطني، لكن القوام متواجد، الاستعانه كمان بعناصر الناشئين كان ليها دور كبير، وشافهم طبعا على الطبيعه مستر باتريس اشاد ببعض الناشئين اللي متواجده، وفي عدد كبير زي ما انت عارف كان متواجد في المعسكر، لكن استقر مستر كارتيرون على وجود اربع لاعبين متواجدين بصفه مستمره زي ما انت عارف طبعا ناصر واحمد حمدي طبعا من العناصر الرئيسيه اللي كانوا متواجدين، وايضا كمان كريم ندفد. عايز اقول لك كمان النهارده انظهر بشكل مميز جدا كريم ندفد في المباراه، اكرم توفيق اللي شارك في مركز الباك رايت. لو بكلمك على التشكيل زي ما انتم طبعا عارفين النهارده يمكن مستر باتريس بدا بعلي لطفي، اكرم توفيق ناحيه اليمين، محمود الجزار، نجيب صبري رحيل في خط الظهر، الارتكاز كان هشام محمد واسلام محارب في الارتكاز على الاطراف، كريم ندفد ومحمد شريف على ناحيه الشمال، حمودي وصلاح محسن. يمكن زي ما انت عارف بيحاول يشوف اللاعبين في اكثر من مركز في نقط عددي في المعسكر، لكن النهارده شفنا كريم ندفد بيأدي اداء اكثر من رائع، كان مديله حريه النهارده في الملعب. اكرم توفيق الشوط الاولاني ادى اداء رائع جدا في مركز الباك رايت، الدور اللي كان مميز جدا وبنشيد بيه واشاد بيه مستر باتريس محمد شريف النهارده كان ليه دور مميز، كان في جديه كبيره واصرار كبير في ادائه النهارده، كان ليه اكثر من تصويبه على المرمى، الانطلاقات كان بيقطع من ورا المدافعين بشكل مميز جدا، كان ليه دور كان ظاهر بشكل مميز زي ما بقول لك مستر باتريس اشاد بيه، وايضا كمان اشاد بكريم ندفد. هدف طبعا صلاح محسن في الشوط الاول هو اسلام محارب، هدفين مميزين، واحد اسيست طبعا من صبري رحيل والثاني كان اسيست من كريم ندفد. الشوط الثاني في اختلاف طبعا مع التشكيل، بدا بمحمد هاني ناحيه اليمين، احمد علاء الوافد الجديد على النادي الاهلي، محمد نجيب، صبري رحيل، في الارتكاز كان حسام عاشور ووليد سليمان. الناس ممكن تستغرب شويه ان وليد سليمان لعب النهارده جنب حسام عاشور، على الاطراف كان ميدو جابر واحمد الشيخ وجونيور اجاي ووليد الضرو. النهارده كانت استفاده كبيره ومميزه، كان ليا لقاء مع الكابتن محمد يوسف بعد انتهاء المباراه سريعا، قال طبعا احنا استفدنا بشكل كبير. طب خلينا قبل ما اروح لمحمد يوسف يا كريم، يعني قول لي برضو ضربه الجزاء اللي جت على النادي الاهلي جت ازاي؟ ضربه الجزاء يمكن كان في شوطه من احد اللاعبين من فريق فاركو في ال 18 جت في ايد احمد علاء، احمد علاء
طلعها بايده، فاتحسبت طبعا ركله جزاء مباشره، حاول معاها علي لطفي لكن يمكن سددت بشكل قوي جدا، قطعت الشبكه كمان هبان طبعا في احراز الاهداف ان شاء الله على قناه النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك المباراه النهارده كان فيها استفاده كبيره للجانب البدني، النهارده شفناه مع اللاعبين الحمل التدريبي، الحمل البدني ارتفع لفتره في اول المعسكر ثم انخفض في الايام الاخيره، لكن النهارده نقدر نقول جرعه تدريبيه كانت قويه جدا للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. زي ما بقول لك مستر باتريس كان ليه النهارده رؤيه كبيره ان هو يضع اكثر من لاعب في مكان مختلف للظهور، يبان عارفين ان فرقه فاركو مش فرقه قويه او تنافس بشكل كبير فرقه من الدرجه الثانيه، لكن النهارده كان الاحتكاك كان قوي جدا مع لعيبه النادي الاهلي. تمام. اكثر من مره الحكم وقف المباراه وحذر لعيبه فاركو من الاحتكاك القوي جدا خوفا طبعا من الاصابات اللي كانت ممكن تطول لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المباراه. تمام، هو كويس كويس ان في احتكاك قوي، لان انت تلعب فرقه برضه في افريقيا قويه واحتكاكاتها قويه جدا يا كريم. بالظبط يا كابتن ميدو بالظبط، لكن يمكن الاحتكاك كان قوي شويه على الاماكن، الضرب شويه كان في الاماكن، فكان اللعب مش على الكوره قوي، لكن يمكن دي حاجه مميزه وحاجه قويه كمان ان اللعيبه تشوف كمان ان الاحتكاك كان اقوى من المتوقع، وده يمكن بيفيدهم بشكل كبير. حافظ على النهارده الكابتن مستر باتريس والكابتن محمد يوسف على احمد حمودي اللي اتعرض لكدمه قويه جدا في اول الشوط الاول، زي ما بقول لك كان فيه حماس كبير من فريق فاركو بيلعبوا النادي الاهلي في الاسكندريه، مباراه وديه لكن بالنسبه لهم مباراه بطوله، كان باين على وشوش كل اكيد العيب. اكيد طبعا اكيد طبعا كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لهم، والناس كانت بتسال يعني امتى المباراه هتكون موجوده. انت عارف طبعا كانت دي بتبقى حلم كبير جدا ان هم يشوفوا لعيبه النادي الاهلي ويواجهوا النادي الاهلي. اكيد برجع معاك كمان النهارده، يمكن عدم مشاركه اكثر من لاعب طمنا عليهم من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، النهارده ما شفناش السوليه، ما شفناش مؤمن زكريا، احمد ياسر ريان، احمد حمدي بكماني، باسم علي وناصر ماهر، يمكن باسم علي وناصر ماهر بيوصلوا عمليات التاهيل، لكن بكماني وحمدي وريان ومؤمن السوليه ده اللي سالنا عليهم. السوليه كان اشتكى خلال اليومين اللي فاتوا، كان في طبعا التاشيرات من سلوفينيا طبعا اللي هي المعسكر الاوروبي، سافروا صباحا ثم العوده كان تدريب مسائي، اشتكى عمرو السوليه ومؤمن من بعض الالام البسيطه جدا فيها العضله الاماميه والخلفيه، عمل لهم مقطع ثلج امس واول امس، ففضل النهارده الجهاز الفني ما فيهاش في اي مشاركه ليه سوليا ومؤمن زكريا وايضا كمان احمد ياسر ريان واحمد حمدي، لكن مفيش اصابات، ما عندهمش اي حاجه تطمنا عليهم ان شاء الله بعد الراحه اللي اعطاها الجهاز الفني للاعبي النادي الاهلي عقب العوده من الاسكندريه، ان شاء الله يكونوا متواجدين خلال الايام القادمه مع تدريب النادي الاهلي. لو برجع معاك تمام محمد يوسف، للكابتن محمد يوسف ان هو طرح تصريح قال لك يمكن احنا حددنا بالفعل مباراتين الوديتين في المعسكر الاوروبي، ولكن لم نحدد الاسماء او مش هنقول الاسماء، يعني الاسماء متواجده، قال المباراه هتكون يوم 5، مباراة هتكون يوم 9، واكد انها تكون مباراتين على اعلى مستوى. يمكن سالته اكثر من مره، طب اسم الفريق قال هتكون مفاجاه وهتكون مباراه قويه وهيكون فيها استفاده كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي، اكد كمان على البطوله الافريقيه وهو الهدف القادم للنادي الاهلي، وده اللي مركز عليه بشكل كبير كل اللعيبه مع مستر باتريس مع كابتن محمد يوسف، مباراه تساوي كتير في الاستعداد ليها ان شاء الله يكون قوي ان شاء الله، صحح المسار النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الذهاب او مباراه العوده، لكن بطمنك بشكل كبير في اصرار في جديه في حماس في تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، خلاص يمكن المعسكر دخل في مرحله الكاس ان شاء الله خلال الفتره القادمه مع السفر الى المعسكر الاوروبي تكون استفاده قويه كابتن ميدو للاعبي النادي الاهلي. تمام، يعني لو انت قلت لي نقاط ايجابيه يا كريم، لو في نقاط سلبيه ممكن تقولها لي ايه؟ نقاط سلبيه في المعسكر مفيش يا كابتن. لا في المباراه. في المباراه لا، يمكن الامور زي ما بقول لك كانت ماشيه في اطار الاتجاه النادي الاهلي، النادي الاهلي كان في اجل النهارده اللي كان مطلوب منه، مستر باتريس كان في محاضره قبل المباراه قال احنا طالبين النهارده من المباراه ان احنا نشوف القوه البدنيه، نشوف الامن التدريبي بتاعنا وصل لايه، نشوف التجانس الجمل التكتيكيه اللي احنا اتكلمنا عليها او احنا اديناها خلال الايام الماضيه نشوف تنفيذها. عايز اقول لك النهارده السمه اللي كانت واضحه النهارده التحركات، يمكن شفنا تحركات كثيره جدا، الباص ثم تحرك باص ثم تحرك، يمكن ده كان بيفتقد شويه من النادي الاهلي، كنا بنشوف عدد كبير من الباصات لكن ما بيبقاش فيه تحرك، النهارده كان باين قوي ان في جزء موجود من التكتيك اللي هيأديه مستر باتريس كارتيرون مع فريق النادي الاهلي، وباكد لك على طريقه 4-3-2-1 اللي احنا شفناها النهارده سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني، بيعتمد على الاثنين ارتكاز ثم المثلث اللي بيبقى تحت. 4-3-2-1 ولا 4-2-3-1؟ 4-2-3-1. اوكي تمام. 4-2-3-1 بيعتمد زي ما بقول لك على المثلث اللي بيكون تحت وليد ازارو او تحت مروان محسن ان شاء الله بعد العوده من المنتخب،
دي الطريقه اللي ممكن يفوت بيها مستر باتريس. هيكون في كمان 4-4-2 هنشوفها بمشتقاتها كمان مع المباراه بتاعه 5 و9 ان شاء الله في سلوفينيا او في المعسكر الاوروبي الخاص للنادي الاهلي. لكن هي المحاولات اللي احنا شفناها النهارده من مستر باتريس ان هو بيشارك كل اللاعبين، بيشوف اكتر من مركز، بيحاول ان هو يطلع كل لعيب اللي عنده في المركز ده يقدر يأدي فيه او يقدر يأدي فيه بنسبه كام في الميه، مش لازم يقدر يأدي فيه بنسبه 100%، لكن لو أدى في المركز ده هيقدر يأدي فيه قد ايه. بقول لك اكرم النهارده كان ظاهر بشكل مميز جدا رائع، محمد شريف صبري النهارده كان مميز ايضا كمان في الفرصات، لكن زي ما بقول لك استفاده كبيره ومميزه، ونتمنى كمان تكون الاستفاده الاكبر هي من المعسكر الاوروبي اللي بيختتم به النادي الاهلي ان شاء الله وار ان شاء الله في انطلاقه الموسم الجديد يا كابتن. تمام يا كريم، شكرا جدا على هذه الايضاحات، ويعني ان شاء الله يكون معسكر ناجح. شكرا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من معسكر الفريق. كريم شايف المباراه ووصفها لنا كده لغايه لما نشوفها ان شاء الله، واكد ان احنا لو في ايدينا حاجه في قناه الاهلي بكررها عليكم المره المليون، اكيد مش هنتاخر على الساده المشاهدين. احنا قاعدين هنا عشان نطلع لكم اقصى حاجه ممكن ان احنا نعملها لكل الساده المشاهدي قناه الاهلي او مشاهدي او محبي الاهلي بصفه عامه. كريم قال وليد سليمان جنب حسام عاشور، ودي كانت غريبه شويه بالنسبه لكريم او بالنسبه للناس، ممكن يقول له وليد سليمان بيعمل ايه، لكن انا بحب جدا المدرب اللي هو بيغير اللعيب او بيعيد تمركزه. وليد سليمان ممكن يلعب، ليه لا ما يلعبش، ليه ما يلعبش الديفندر، ليه بس الديفندر بطعم الديفندر الهجومي شويه، لان النادي الاهلي وانا قلت كتير جدا جدا النادي الاهلي بيبقى محتاج ديفندر واحد بس دفاعي، مش محتاج اتنين دفاعيين، مش محتاج اتنين شكل واحد، لكن ان شاء الله تكون افكار كلها في متناول كالترون ويطلعها او يطوعها للمصلحه العامه لمصلحه فريق النادي الاهلي. عندنا مروان محسن، عندنا صلاح محسن، عندنا وليد ازارو، ثلاثه هيلعب بمين وهيقعد مين؟ ممكن يستغل الثلاثه، ممكن جدا، ممكن لاعب ازارو ناحيه اليمين، ممكن لاعب صلاح محسن ناحيه الشمال، ممكن لاعب مروان راس حربه، ممكن لاعب صلاح محسن راس حربه، عنده حلول كثيره جدا لكن لازم يستغلها. انا بصراحه ضد ان انا يبقى عندي لعيبه كويسه قوي واقول اصل ده بيلعب مكان ده، لازم اعمل له مكان ثاني، اعمل له مكان ثاني. ودايما برضو بعيدها على حضراتكم ان جوارديولا لما راح بايرن ميونخ غير الدنيا كلها، مفيش حاجه اسمها اصل مولر بيلعب مكان ليفانوفسكي او مش عارف مين بيلعب مكان مين، لا انا لاعب مولر ولاعب مش عارف مين ولاعب مش عارف مين، طالما عندي لعيبه كويسه لازم العبها ولازم اغير لها التمركز بتاعها او المكان بتاعها واطوع المكان ده لخدمه اللعيب ولخدمه الفريق. وشفنا نجاحات جوارديولا، ان شاء الله ان شاء الله كالديرون يعمل كده. ما عندنا صلاح محسن لعيب عالي جدا جدا يقعد، عندنا وليد، عندنا وليد ازارو لعيب عالي جدا ما ينفعش يقعد، عندنا مروان راجع من كاس عالم ولعيب برده بيعرف فيه بجوان، هيبقى صعب ان هو يقعد. حلول كثيره في ايد كالترون، لكن ان شاء الله يستغل لكل هذه الاسلحه في مصلحه النادي الاهلي. قلت لكم قبل كده النادي الاهلي مليان لعيبه ومليان نجوم، ومصر مليان نجوم بس محتاجين مدرب ان شاء الله. كالترون فتحت خير على النادي الاهلي، وان شاء الله تكون بطوله افريقيا اللي جايه وكاس العالم اليابان ان شاء الله يكون هدفنا في الفتره المقبله. اقبال كبير على شراء استمارات اختبارات الناشئين، وليه لا، اكيد يعني كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي قال ان عمليات شراء استمارات اختبارات الناشئين من الراغبين في الالتحاق بفرق الناشئين بالنادي الاهلي تشهد اقبالا على منافذ البيع، اقبال كبير جدا على حد قول الكابتن فتحي مبروك. النادي الاهلي بيروح له ملايين، لو نطلع من الملايين دول 100 واحد بس اكيد هيبقى في مصلحه النادي الاهلي. والنادي الاهلي قد طرح استمارات اختبارات الناشئين منذ السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل ان شاء الله امام بوابات النادي بمقر الجزيره وفرعي مدينه نصر والشيخ زايد، وذلك من الساعه 10 صباحا وحتى الساعه 3 عصرا، وذلك للمراحل السنيه 2009 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1 و2099. واكد فتحي مبروك ان هناك اقبالا كبيرا على عمليات شراء استمارات الاختبارات بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيره وفرعيه بمدينه نصر والشيخ زايد. في نفس السياق الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين قال ان اختبارات قطاع الناشئين ستبدا ايام السبت الموافق يوم 30 من يونيو الجاري والاحد والاثنين موافقين 1 و2 يوليو المقبل للمراحل السنيه 2009 و8 و7 و6. واضاف ان الاختبارات ستتواصل ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافق 3 و4 و5 من الشهر المقبل للمراحل السنيه 2005 و2004 و2003 و2002. اقولها لك تاني علشان الناس المهتمه ان هي تروح النادي الاهلي، اختبارات ان شاء الله تبدا يوم السبت الموافق 30 من يونيو الجاري، يوم الاحد والاثنين يوم 1 و2 يوليو المقبل للمراحل السنيه 2009 و2008 و2007 و2006.
وأضاف أن الاختبارات ستتواصل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 و5 من الشهر المقبل بإذن الله للمراحل السنية 2005 و2004 و2003 و2002، وتتواصل أيام السبت والأحد والاثنين 7 و8 و9 من يوليو المقبل للمراحل السنية 2001 و2002 و99. يا رب نكون وضحنا. يذكر أن الأهلي بدأ طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل أمام بوابات النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا، بنأكد عليكم تاني، وذلك المراحل السنية 2009 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1 و2099. كل التوفيق لناشئي النادي الأهلي. نروح للأخبار أو الألعاب الأخرى. أخبار غطس: النادي الأهلي يكثف تدريباته استعدادا للموسم الجديد. تواصل فرق النادي الأهلي للغطس تدريباتها اليومية بصورة مكثفة استعدادا للموسم المقبل بإذن الله، وتسعد أو تستعد فرق الأهلي بكل قوة لحصد البطولات في الموسم المقبل كما حدث في الموسم الماضي. ممكن نقول والله تسعد برضو أنها بتحصد كل البطولات. وكان الأهلي قد نجح في الفوز بلقب كأس مصر رجال وسيدات الموسم الماضي. نشوف كابتن طارق الصغير رئيس جهاز الغطس والبليء المائي بالنادي الاهلي عشان يقول لنا مزيد من التفصيل. كابتن طارق اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. مساء الخير كابتن، ازي حضرتك؟ مساء الفل عليك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ربنا يخليك. يعني ما شاء الله نجاحات كبيره جدا المواسم اللي فاتت، وان شاء الله مزيد من النجاحات في المواسم المقبله باذن الله يا كابتن. ان شاء الله، وده دورنا كعاملين في النادي الاهلي او بنشتغل في النادي الاهلي، ده دائما ابدا هو الهدف بتاعنا. يا رب دايما ان شاء الله. يعني قول لي برضو استعداد حضرتك للموسم المقبل والاستراتيجيه اللي حضرتك حاططها للموسم المقبل ان شاء الله عشان تكمل نجاحاتك مع النادي الاهلي باذن الله. طيب احنا هنبتدي اولا بلعبه الغطس. احنا حضرتك زي ما انت عارف احنا خدنا بطوله كانت عزيزه علينا جدا وكانت غايبه عن النادي الاهلي لمده 20 سنه ان احنا كسبنا كاس الدرجه الاولى للغطس، وبنسعى الموسم القادم ان احنا نفوز بالدرع العام. دي كانت خطوه، خاصة ان احنا جبنا جهاز فني كامل بقيادة كابتن طارق نبيل جمعة، كابتن اسامة خلف انضم اليهم السنة دي، كابتن محمد طغيان ده اضافة جيدة جدا، كابتن سيف بالاضافة لكابتن اسامة كساب، ناس يعني جهاز متكامل بقى عندي جهاز كامل متكامل. ده طبعا مشكور عليه كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ومجلس الادارة ما شاء الله. بنسعى من خلال كده ان احنا ان شاء الله نفوز بالدرع العام في السنة اللي جاية. عندي 11 ولد تم اختيارهم في منتخب مصر لتمثيل مصر في بطوله البحر الابيض المتوسط كومن اللي هتقام في كرواتيا من 12 ل 15 7، ده طبعا بناء على النتائج في البطولات اللي فاتت. تميم مفتاح، ياسين خالد، ريتاج سامح، سامة خالد، هنا وليد، ياسين عادل، بلال مغربي، احمد هاني، يوسف مغربي، هنا هاني. طبعا كل دول يعني احنا سعدنا جدا اساسا ان هم دخلوا منتخب، بالاضافه لاختيار كابتن طارق نبيل جمعه مدرب منتخب بيساعد معاهم، بس لسه هنعرض الامر على كابتن رؤوف وعلى مجلس الاداره عشان ناخد الموافقه. فيا رب ان شاء الله السنه الجايه تبقى سنه سعيده على لعبه الغطس ان شاء الله، ونحقق فيها النتائج اللي بيرجوها مننا النشاط الرياضي ومجلس الاداره. بالنسبه للعبه الباليه برضه بنستعد لبطوله الجمهوريه اللي بتقام دائما ابدا في خلال اربع خمس شهور من دلوقتي. عندي بطولة عالم بيشاركوا فيها أربع بنات زي ما أنت عارف تحت 18 سنة، مريم جمال، مريم طارق، فرح الأنصاري، ملك إيار، دول أربع لعيبة من المنتخب. عندي ثلاثة لعيبة داخلين منتخب الكومن، أمينة الفقي، سندس محمد، ومريم أحمد. كل اللي أنا بكلم حضرتك فيه ده دي حاجة كويسة جدا وإضافة كويسة جدا للعبتين إن أنا يبتدي يشارك عندي ولاد في المنتخب في خلال ثلاث أربع سنين، دي حاجة كويسة جدا خاصة إن إحنا كنا يعني شبه اللعبتين ما فيش. فطبعا المجهودات كلها ده ادت الى النتائج الكويسه دي، ونامل في البطولات اللي هي اللي بتقام تحت ظل مظله الاتحاد ان احنا نؤدي ونعمل نتائج كويسه ان شاء الله. يا رب يا كابتن يا رب. يعني لو في عند حضرتك اي معوقات ممكن تقول لنا عليها او اي حاجات ممكن ان احنا نقدر نذللها لحضرتك علشان تواصل مزيد من النجاح. توفيق ربنا ان شاء الله، لا ينقصنا الا توفيق الله سبحانه وتعالى. بس لكن انا الحمد لله كل الامور عندنا متاحه والنادي موفرنا كل حاجه بجد. يعني
يا رب يا كابتن مزيد من التوفيق، واكيد النادي الاهلي بيذلل كل العقبات لكل رجالته، وان شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من حصد البطولات. كابتن طارق الصغير رئيس جهاز الغطس والبالين المائي بالنادي الاهلي، الف شكر لحضرتك. ما شاء الله نجاحات كبيره بيحققها كل او بتحققها كل العاب النادي الاهلي في مختلف المجالات. خلينا في نفس السياق، ساره سمير تحصد ذهبيه خطف رفع الاثقال في دوره البحر المتوسط. حصدت ساره سمير لاعبه المنتخب الوطني لرفع الاثقال الميداليه الذهبيه في منافسات الخطف وزن 69 كيلو بدوري العاب البحر المتوسط والمقامه في الفتره من 22 يونيو حتى الاول من يوليو بمدينه تارجوانا الاسبانيه. ساره تمكنت من رفع 105 كيلو جرام متفوقه على الايطاليه جورجيا التي نالت الفضيه عن 97 كيلو جرام، ومنطقه المواطنه الايطاليه ميلينيا التي احرزت البرونزيه عن وزن 93 كيلو جرام. ساره رفعت ما شاء الله 105 في حين جورجيا رفعت 97 والبرونزيه ميلينيا رفعت 93. وبهذه الميداليه ارتفع عدد ميداليات رفع الاثقال المصريه بالبطوله الى 5 ذهبيات وفضيه وبرونزيه ما شاء الله. لسه برضو في دوره العاب البحر المتوسط، نانسي طمان تحرز ذهبيه حصان القفز للجمباز الفني بالبحر المتوسط. حققت نانسي طمان الميداليه الذهبيه في الجمباز بدوره الالعاب المتوسط او دوره الالعاب البحر المتوسط التي تقام الان باسبانيا، وذلك على جهاز طاوله القفز. وتاهل 6 لاعبين من منتخب الجمباز الى نهائيات مسابقات العاب البحر المتوسط باسبانيا والتي تقام اليوم وغدا. بهذه الميداليه ترتفع حصه مصر الى 26 ميداليه متنوعه، 10 ميداليات ذهبيه و7 ميداليات فضيه و9 ميداليات برونزيه. ما شاء الله، يعني ميداليات كتيره جدا ذهب، لكن لسه كمان مستنيين الكثير من منتخباتنا في كل الالعاب. ان شاء الله كمان منتخب مصر يفرحنا في القريب العاجل باذن الله. قبل ما نروح لاخبار المونديال هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. خبر اكيد كل المصريين بيستنوه، هو قرار اقاله كوبر وجهازه الفني بالكامل. القرار طلع من مجلس اداره اتحاد الكوره باقاله كوبر وجهازه الفني بالكامل. يعني مش عايزين نتكلم زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، مش عايزين نتكلم بعد ما بنشوف، او انا ما بقولش الحاجه بعد ما بشوفها. متعود معاكم ان احنا نقول قبل ما بنشوف، لان بعد ما بنشوف بقى الموضوع سهل جدا، اي حد ممكن يتكلم فيه. لكن قبل ما بنشوف اللي بيحصل بنقول يا جماعه، واحنا قلنا كتير جدا 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 ان اسلوب مستر هيكتور كوبر مع كل الاحترام للراجل لا يليق بالكره المصريه تماما ولا يليق بلاعيبه مصر بشكل عام، وده اللي اتقال بعد ما شفنا كاس العالم. مش مشكله، المهم ناخد بالنا من اللي جاي. اكيد في مؤتمر صحفي هيطلع بعد قليل او في الوقت اللاحق او في ايام قليله هيطلع ان شاء الله مؤتمر صحفي عشان يقولوا كل الحقائق والتوضيحات. مش عارف بقى اللي حصلت ولا اللي بناء عليها القرار اتاخد، يعني هنشوف اتحاد الكوره هيطلع يقول ايه او اسباب اقاله مستر هيكتور كوبر، وهي مش محتاجه اسباب بصراحه خالص خالص. يعني نروح لاخبارنا العالميه، تريزيجيه او اخبار مونديال. تريزيجيه يعلق على الخروج المبكر من المونديال. محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي بعد خروج الفراعنه ببطوله كاس العالم بعد الهزيمة 3 مرات على التوالي خلال دور المجموعات. تريزيجيه كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: لعلك لا تدري أن الإنسان يفعل ما بوسعه بعد هزيمته الأولى كي لا يصل إلى الهزيمة الثانية. وتابع: الإنسان يترك مشاعره وعاطفته وضعفه وثقته جانبا، وليس هناك أقوى من شخص استطاع ذلك. تريزيجيه لعب 3 مباريات خلال البطولة حيث كان من العناصر الأساسية للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري، ولكنه فشل في هز الشباك. تريزيجيه لم يفشل، ولكن طريقة مصر هي التي فشلت في هز شباك الخصوم.
ايضا محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني وفريق ارسنال الانجليزي وجه رساله شكر الى الجماهير المصريه التي ساندت الفراعنه خلال المباريات التي خاضوها في مونديال روسيا. النني قال: عايز اشكر كل شخص سافر ورانا لدعمنا وتشجيعنا ويقف معنا. في ناس حضرت من بلاد بعيده ودفعت فلوس كتير عشان تبقى معانا، والناس اللي ما قدرتش تسافر لكن شجعتنا ودعمتنا من اي مكان. كان نفسنا نفرحكم لكن الحمد لله على كل شيء قدر الله وما شاء فعل. ده رساله محمد النني لاعب منتخب مصر ولاعب فريق ارسنال الانجليزي. انا عايز اقول لمحمد النني يعني يركز شويه ويسيبه من تويتر شويه، يركز شويه في كل حاجه، لان محمد النني عايزينه مستوى يبقى اعلى من كده بكتير، وعايزينه بواجهه مشرفه زي ما هو واجهه مشرفه مع محمد صلاح وكل لاعبينا المحترفين. نبعد اللعيبه خالص يا جماعه، محدش يلوم على اللعيبه خالص خالص، اللعيبه ليسوا محل تقييم من اي حد. لعيبه مصر كافحت من اول ما تولى المسؤوليه الفنيه مستر هيكتور كوبر، كافحت كافحت. المفروض لو بيجروا 50% كانوا بيجروا 900% جري ورا الكوره. اصعب حاجه على لعيب الكوره ان انت تجريه ورا الكوره، اصعب حاجه في العالم، هيزهق من حياته اصلا. فيعني لعيبه مصر محدش يلوم عليهم خالص، لو اللعيب وقف نزل في الملعب كده مش ما بيعملش حاجه لان هو مش عارف هيعمل ايه. دي موضوع كبير جدا وموضوع يعني مش عايزين ندخل ونتطرق اليه. انا دايما بقول لكم خلينا في اللي احنا فيه، لكن انا بقول لكم عشان ما حدش يلوم على اللعيبه المصريه خالص من اول حراس المرمى لغايه المهاجمين بتوعنا. اللعيبه المصريه عملوا كل ما بوسعهم. انت تنزل وتدافع وتجري ورا الكوره حاجه صعبه جدا جدا، لكن بتشوفوا لما كنا بنمسك كوره وبنطلع في الشكل الهجومي بتشوف كنا شكلنا بيبقى عامل ازاي. عموما ان شاء الله نتكلم بعد كده في شكل المنتخب واللي احنا عايزين منتخبنا يبقى فيه. ايضا من الاخبار العالميه ديلبيرو بيقول او بيوجه رساله للحضري بعد تحقيقه رقما تاريخيا في المونديال. اعرب ديلبيرو نجم يوفنتوس والكره الايطاليه السابق عن سعادته بما قدمه قائد المنتخب المصري عصام الحضري بكاس العالم المقام حاليا بروسيا. نشر ديلبيرو تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر بيقول أو بيوجه فيها رسالة إلى أحد أفضل حراس القارة الأفريقية بالأعوام الأخيرة قائلا: لا تقلق بشأن الخسارة، رسالتك رائعة، يجب أن يكافح الجميع دائما لتحقيق الأحلام، لقد صنعت التاريخ. حيث سجل الحضري رقما قياسيا كأكبر لاعب في العالم سنا يشارك بنهايات كأس العالم، وذلك بعدما شارك أساسيا أمام المنتخب السعودي في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أو من دور المجموعات بالبطولة العالمية. أضاف: بجانب صورتي أو صورتي العالم المصري والسعودي ننتظركم بالمونديال القادم. ده ديل بييرو ورسالته لعصام الحضري. عصام الحضري كسر كل حاجة بصراحة، يعني عصام الحضري كسر كل حاجة في العالم. 45 سنة ما شاء الله وشوية، شارك بقوة في مباراة السعودية وصد ضربة جزاء حاجة من المستحيلات، ضربة جزاء صعبة جدا جدا. يعني احنا برضو كنا مستغربين عصام هيلعب ليه مع ان الشناوي كان كويس، لكن بصراحة اقنعنا كلنا وسكتنا كلنا. لعب مباراة وصد وزاد عن مرمى مصر بالرغم من الهدف الثاني. انا شايف ان هو برضو صعب شوية على الراجل، لكن هو ادى ما هو عليه وصد ضربة جزاء، وكان هياخد رجل مباراة زي ما قلت لكم امبارح الهدف الثاني اللي دخل فيه. لكن الحمد لله على كل شيء. قلت لكم فرحته كانت عارمه بهدف محمد صلاح، مع اننا مش هيفيدنا في حاجه، لكن كان هيفيد الحضري في حاجات كتير جدا، وكان هيموت فعليا بعد ما دخل فيه الهدف الثاني. واعتقد ان اول مره تشوفوا عصام الحضري بالشكل ده، واخر مره هتشوفوه بالشكل ده. طيب، فرنسا بتتعادل سلبيا مع الدنمارك. تأهل منتخب فرنسا والدنمارك إلى دور ال16 لمونديال روسيا بعد تعادلهما السلبي اليوم الثلاثاء على السيد لوجينكي في الجولة الأخيرة من مباراة المجموعة الثالثة. وجاءت المباراة ضعيفة المستوى إلى حد كبير، أكيد الفرقتين خلاص طلعوا، فخلاص يعني الموضوع مش هيفيدهم بحاجة على مدار الشوط، حيث لم يبذل اي من الافريقيين ما يشفع له في حسم الفوز بالثلاث نقاط. وده طبيعي جدا يا جماعه، الناس دي بتفكر باحترافيه، مش بيفكروا زي حد تاني. تصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعه الثالثه برصيد 7 نقاط، وحل المنتخب الدنماركي ثانيا برصيد 5 نقاط، وباتت هذه اول مباراه في مونديال روسيا تنتهي بالتعادل السلبي. تخيلوا اول مباراه في كاس العالم بتنتهي بالتعادل السلبي كانت بين
الدنمارك وفرنسا. زي ما قلت لحضراتكم الفرق تفكيرها الاحترافي بيختلف تماما، خلاص هو خد الغرض بتاعه. كل الفرق صعبة ومونديال غير متوقع الأداء فيه بالنسبة لأي فرقة. شفتوا ألمانيا بتخسر، شفتوا الأرجنتين متعسرة، شفتوا منتخبات كتير جدا كبيرة، لكن كأس العالم مختلف تماما. فأنا أطلع أول أطلع تاني ده مش موضوعي خالص، موضوع إن أنا أريح لاعبتي. طالما طلعت للدور التاني أريح لاعبتي على قدر الإمكان، نعمل استشفاء كامل لكل اللعيبة عشان أدخل مباراة دور 16 بمنتهى القوة وأقدر أحسم المباريات. وبيرو بتفوز على استراليا بهدفين وتودع المونديال، مكسب لا يجدي. حقق منتخب بيرو فوزا شرفيا على نظيره الاسترالي بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، ليودع المنتخبان منافسات البطولة. وسجل هدفي منتخب بيرو أندري كاريليو في الدقيقة 18 وباولو جيرو في الدقيقة 49. وكان منتخب بيرو ودع منافسات البطولة رسميا من الجولة الماضية، فيما كان بإمكان المنتخب الأسترالي التأهل لدور 16 إذا فاز في هذه المباراة. وخسر المنتخب الدنماركي مباراة أمام المنتخب الفرنسي والتي انتهت بالتعادل السلبي. زي ما قلت لحضراتكم يعني منافسات غريبة ونتائج غير متوقعة، لكن الفرق الكبيرة تفضل كبيرة. طيب نروح لجولة في الملاعب العالمية. روما بيتعاقد مع باستوري. أعلن نادي روما الإيطالي عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني خافيير باستوري لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل رغبته من أجل رغبة دي فرانشيسكو المدير الفني في تدعيم صفوف الفريق والعودة للمنافسة بقوة الموسم المقبل. وفقا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي فإن صفقة انتقال اللاعب كلفت إدارة النادي 25 مليون يورو تقريبا، وسيمتد عقده حتى 2023. 25 مليون يورو. باستوري قال: أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا في روما نادي صلاح السابق، من الرائع العودة للدوري الإيطالي من باب كبير مثل باب نادي روما. أتمنى أن أقدم كل ما لدي وأسعد الجماهير التي رحبت بي وسندتني كثيرا منذ وصولي. ده نادي روما. خبر تاني، هيكتور هيريرا، مش عايز أقول هيكتور خالص بصراحة، على رادار ريال مدريد. ذكرت تقارير صحفية أسبانية بأن نادي ريال مدريد الأسباني يرغب بشدة في التعاقد مع هيكتور هيريرا نجم منتخب المكسيك وفريق بورتو البرتغالي خلال سوق الانتقالات الصيفية. حضراتكم لو تفتكروا هيريرا نجم منتخب المكسيك مكسر الدنيا في مونديال كاس العالم في روسيا اللي بيقام حاليا. تألق هيكتور هيريرا لاعب وسط الفريق صاحب 28 سنة مع منتخب بلاده المكسيك في منافسات بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بعد مساعدة المكسيك في الفوز بأول لقائين بالمونديال أمام ألمانيا وكوريا الجنوبية. لاعب من العيار الثقيل، عشان كده ريال مدريد اهتموا ان هم يتعاقدوا مع هذا اللاعب وبيفتحوا باب المفاوضات بسرعة جدا قبل ما أندية تانية تطلب. ذكر موقع دون بالون الأسباني أن جولين لوبتيج مدرب ريال مدريد يتابع هيريرا وتألقه مع منتخب بلاده عن كسب تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي حاليا. وأشار الموقع أن ريال مدريد سيبدأ مفاوضاته مع إدارة بورتو بشأن التعاقد مع هيريرا على وجه السرعة زي ما قلت لحضراتكم، قبل اهتمام الأندية الأخرى بضمه نظرا لأدائه المميز الذي يقدمه حاليا بالمونديال. الناس على طول بتخلص يعني لعيب كويس قبل بقى ما نفتح الدنيا وقبل ما الدنيا تبص عليه والناس يبدأوا يعلوا أسعاره، طالما اقتنعنا بنجيبه. ده اللغة الاحترافية. برشلونة يرغب في التعاقد مع جابرييل خيسوس. جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي، لكن برشلونة يعرف يخلصه بقى من مانشستر سيتي؟ دي العقبة اللي هتكون قدام فريق برشلونة. كشفت تقارير صحفية أسبانية اليوم الثلاثاء أن برشلونة يستعد بقوة في سوق الانتقالات الصيفية من خلال رغبته بالتعاقد مع النجم جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي ومهاجم المنتخب البرازيلي أيضا متألق. جاء ذلك بعد إحباط خطط الفريق
الكتالوني بالتوقيع مع انطوان جريزمان الذي اعلن في وقت سابق التزامه مع اتلتيكو مدريد. عارفين حضراتكم ان برشلونه كان مهتم بالتعاقد مع جريزمان، لكن جريزمان قال ان انا خلاص ملتزم مع اتلتيكو مدريد وان انا مستريح في اتلتيكو مدريد، عشان كده هفضل مع اتلتيكو مدريد لغايه لما ينتهي عقدي. حقه طبعا وحاجه تحترم جدا، مع ان طبعا برشلونه اي حد بيتمناه. أكدت تقارير صحفية أن أرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني والمدير الرياضي الجديد إريك أبيدال نجم برشلونة السابق اتفق على أن المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على التأقلم مع مستوى برشلونة. وعلى الرغم من أن برشلونة لديه القدرة الشرائية للتوقيع مع المهاجم جابرييل خيسوس هذا الصيف، إلا أن أي فرصة في إقناع مانشستر سيتي بالبيع اللي أنا قلت لكم عليه ستعتمد على اللاعب ومدى ممارسة ضغوط تجبر المسؤولين على الموافقة. هم كل اللي بيعتمدوا عليه ان جابرييل خيسوس يضغط على فريق مانشستر سيتي برغبته في الانتقال للنادي الاسباني برشلونة، لكن ان هم يشتروه كده اكيد يعني مانشستر سيتي مش هيفرط في نجمة زي جابرييل خيسوس، وان كان عنده اجويرو النجم الارجنتيني الكبير جدا اللي مقعده جوين. برضو حاجات غريبة جدا يا جماعة، يعني حاجات غريبه جدا. اخر خبر معايا لحضراتكم، اسينسيو ينفي رغبه ليفربول في التعاقد معاه. تحدث الاسباني اسينسيو مهاجم وجناح ريال مدريد الاسباني عن الاخبار التي اشارت بان ليفربول الانجليزي يجهز عرضا فلكيا للتعاقد مع هذا النجم. اسينسيو نفى تلك التقارير مؤكدا انه من الصعب ان يدفع نادي ليفربول 180 مليون يورو. مش عارف هو بيسخنهم ولا هو بيقول كده بجد. وكانت وسائل الإعلام الإنجليزية قد كشفت صباح اليوم الثلاثاء أن ليفربول قد تقدم بعرضين ضخمين من أجل التعاقد مع الشاب الأسباني ماركو أسينسيو في صفوف ريال مدريد. وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن هناك مصادر أكدت على أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يريد التعاقد مع أسينسيو. أرقام فلكية، 180 مليون يورو لو عايزين أسينسيو هيدفعوا 180 مليون يورو. 180 مليون يورو، انتوا متخيلين الرقم؟ يعني ارقام كبيره جدا. مش عارف بقى هو أسينسيو بيقول ان ليفربول مش هيقدر يدفع 180 يورو بيسخنهم، لا هندفع 180 يورو وهنجيبك. لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل في الكواليس. ابرز اخبارنا اقاله الارجنتيني هيكتور كوبر وجهازه الفني بالكامل. كل التوفيق لمنتخب مصر. الارجنتين واحد، احنا عايزين نشوف حد، احنا عايزين نشوف ميسي. كل اللعيبه ما تظلماش خالص خالص خالص، خلينا دايما على مصر، خلينا دايما مع النادي الاهلي بيفرحنا في كل مكان. بسعد بلقائكم دايما وبتشرفوني وبتنوروني، ومع الف سلامه.